يقول السائل: ذكرتم عدم جواز زواج النصراني من المسلمة، فهل يجوز زواج المسلم من نصرانية أو يهودية، خصوصا وأنها غير محتجبة ولا يوجد نساء يهوديات أو نصرانيات أبكار؟ هذا بنص القرآن: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبله. فيجوز زواج بالكتابية يهودية أو نصرانية بشرط أن تكون محصنة، يعني عفيفة عن الزنا والفساد. نعم.